السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. سنعرض لكم اليوم درس من دروس القواعد النحوية للغة العربية من منهج الفصل الدراسي الثاني، هو درس المضاف إليه. هنفتح مع بعض البوكلت صفحة 100. طيب الأول يعني إيه مضاف إليه؟ أول حاجة لازم تعرفها في المضاف إليه إنه إحنا بندور على اسم. بص كده معايا في التهيئة اللي موجودة قدامك، ماذا يحدث عندما نضيف قليلا من اللبن على الشاي؟ انا عندي شاي ساده وهحط له شويه او هضيف له لبن، هيبقى ايه؟ هيبقى شاي بلبن. طيب تقدر بقى بعد ما تحط اللبن ده تفصل الشاي عن اللبن؟ لا ما نقدرش. ده اللي بيحصل عندما نضيف كلمه الى كلمه، سيصبحان كلمه واحده او هيدوا ليك معنى واحد ومش هتقدر تفصل الاتنين عن بعض. طيب ركز معايا كده واسمع الكلمتين دول. لو انا قلت لك كلمه كتاب، الكلمة دي انت عارف كلمة كتاب دي، الكتاب ده بتاع مين؟ طب بتاع اي مادة؟ لا مش عارف. طب لما اقول لك كتاب العلوم انت كده فهمت ايه؟ حددت لك وخصصت لك الكلمة دي وقلت لك ان انا بتكلم عن كتاب العلوم، يبقى انت هتطلع لي من شنطتك كتاب العلوم. طيب لو قلت لك قلم، اعطيني قلم. طيب انت مش عارف انا بتكلم عن قلم ايه بالظبط، قلم ألوان ولا قلم رصاص ولا قلم جاف. طب لو قلت لك أعطني قلم أحمد، أنا كده حددت لك القلم ده وقلت لك أنا أقصد أنهي قلم أو أنا عايزة منك تديني أي قلم. ده اللي بيحصل بالظبط، عندنا كلمة أنا مش فاهم هي إيه. الكلمة اللي أنا مش فاهم أو مش قادر أحددها دي في اللغة العربية اسمها نكرة. يعني إيه نكرة؟ يعني مش متحددة ولا متخصصة. ده اللي أنا عايزك تعرفه بس دلوقتي، عندي كلمة أنا مش عارف الكلمة دي بتاعت إيه، وهضيف لها كلمة تانية، بس الكلمة التانية دي هتعرفها. يعني ايه هتعرفها؟ يعني هتخصصها وهتحددها. هو ده المضاف إليه، بدور على كلمة أو كلمتين ورا بعض، اسمين، عندي اسم واحد فيهم غير محدد، اسم نكرة أنا مش فاهم أنا بتكلم عن مين، وعندي كلمة جت بعديه عرفته وخصصته. طيب بص معايا في المثال اللي هنا قدامك، عندنا كلمة عبد الله. لو قلت لك كلمة عبد بس وسكت، انت عارف انا بتكلم عن ايه؟ لا. طيب لما اضيف لك كلمة الله، لفظ الجلالة، كلمة معرفة واحنا عارفين بنتكلم عن ايه، هتقول عبد الله. يبقى دي كلها على بعضها كده بقت زي ما تكون اسم واحد. يبقى حين نقول عبد الله، حين نقول عبد، انت مش فاهم الكلام عن مين، لا تعرف اي عبد نقصد. ولكن لما اقول لك عبد الله ايه، دي كلمة ايه؟ معرفة، او انت كده عرفت انا بتكلم عن مين. يبقى كلمة الله او لفظ الجلالة لما تضيف لكلمة عبد، ايه اللي حصل؟ خصصوا وحددوا وعرفوا. تمام كده؟ طيب يبقى عبد الله لما نيجي نعرب بقى في وسط الاعراب او في وسط الجملة، هنتكلم في الاعراب لما نيجي نبص في الامثلة. طيب لما اقول لك كلمة رجل الشرطة، لو قلت لك رجل وسكت، كلمة رجل لوحدها، انت عارف انا بتكلم عن مين؟ لا. طيب لما اقول لك رجل الشرطة، يبقى كلمة الشرطة عملت ايه؟ عرفت لنا وحددت لنا انا بتكلم عن اي رجل، بتكلم عن رجل الشرطة. واضح كده؟ طيب دي الفكرة اللي عايزاك توصل لها دلوقتي. طب احنا دلوقتي بندور على ايه عرفنا عشان مضاف اليه؟ بندور على كلمة أو على كلمتين اسمين ورا بعض، واحد فيهم بيكون نكرة يعني أنا مش عارفه، والتاني بيجي عشان يحدده ويبينه ويخصصه ويعرفني أنا بتكلم عن إيه. يبقى المضاف إليه هو اسم، لازم تعرف كويس إن هو إيه؟ اسم، ولازم يكون قبله كمان اسم. ماشي؟ يبقى هو اسم يأتي ليبين ويحدد اسم قبله. يبقى أنا بدور على اسمين، واحد فيهم بيحدد اللي قبله ويخصصه ويعرب مضافا إليه. إيه بقى إعرابه يا نيس؟ بيكون دايما مجرور، علامة جره هتختلف على حسب عدده. طيب إمتى بقى علامة الجر أو إيه هي علامة الجر؟ قلنا إن هو مجرور. إحنا عندنا إيه اللي مجرور؟ عندنا الاسم المجرور وعندنا المضاف إليه هيتضاف عليه، ما عندناش حاجة مجرورة تانية. المضاف إليه هيجي مجرور بالكسرة لو كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. المفرد وجمع التكسير احنا عارفين ان هما كده كده اعرابهم زي ايه؟ زي بعض. جمع المؤنث السالم اختلافه في النصب، الجر زي ما هو،
يبقى تاني هيكون المضاف إليه مجرور بالكسرة إمتى؟ لو مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، وهيكون مجرور وعلامة جره الياء إذا كان إيه؟ إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. واضح؟ طب يا ميس ده المضاف إليه، الكلمة اللي بتيجي بتخصص وبتوضح. طيب الاسم بقى اللي بيجي قبله، اسمه عندنا في اللغة العربية مضاف، اسمه مضاف. ثانية واحدة، هو مضاف. طيب اعربه ايه بقى؟ هيعرب حسب موقعه في الجملة، هنعربه حسب موقعه في الجملة، نشوف دي جملة اسمية ولا فعلية ونشوف مكانه ايه، بس بيطلق عليه انه هو مضاف عشان بعده مضاف اليه. طيب نشوف علامات الجر، قلنا تاني ممكن تبقى الكسرة او الياء. الكسرة اذا كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم، وضحناها قبل كده، والياء لو كان مثنى او جمع مذكر سالم. نبص مع بعض كده على الامثلة. اولا قلنا العلامة الاولى هتبقى الكسر، هو مجرور دائما. امتى بقى علامة جره الكسرة؟ اول حاجة اذا كان مفرد. نبص على المثال ده وندور ونشوف اسمين ورا بعض، واحد فيهم نكرة انا مش عارفه والتاني بيخصصه وبيوضحه. رجل الشرطة مخلص في عمله، رجل الشرطة مخلص في عمله. عندنا اسمين ورا بعض، واحد فيهم بيخصص اللي قبله، مين بقى؟ كلمة الشرطة برافو بتوضح لنا الرجل ده رجل ايه، يبقى رجل الشرطة مضاف ومضاف اليه. طيب قلنا المضاف اليه اعربه ايه؟ مجرور دايما. طيب المضاف، المضاف هنا جاي لنا ايه؟ جاي لنا مبتدأ. كلمة رجل هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، هنزود بس كلمة ايه؟ وهو مضاف، يبقى اعربه مفهوش مشكلة، هو بس ايه؟ نعرف ان هو ده المضاف. المضاف اليه كلمة الشرطة مضاف اليه مجرور، هو مفرد، يبقى اذا علامة جره ايه؟ الكسر. رجل الشرطة ماله؟ مخلص في عمله، مخلص هنا خبر، وفي عمله في حرف جر وعمله اسم مجرور. طيب بص على المثال التاني، فرح التلاميذ بتعاون المعلم، فرح التلاميذ بتعاون المعلم. عندنا كلمتين او اسمين، بندور على اسمين ورا بعض، واحد فيهم بيخصص اللي قبله، مين هو هنا؟ طيب التلاميذ قبلها فعل، يبقى ما تنفعش. طيب كلمة تعاون، تعاون دي فعل ولا اسم؟ لا اسم، في حرف جر قبلها، في فعل يتعاون او تعاون، انما هنا دي قبلها حرف جر باء، يبقى دي على طول اسم. بتعاون مين بقى؟ لو قلت لك فرح التلاميذ بتعاون وسكت، انت كده فهمت؟ لا، قلنا بتعاون المعلم، يبقى كلمة المعلم اهي كلمة ايه؟ معرفة بتخصص لنا وبتحدد لنا الاسم اللي ايه؟ اللي قبلها. طب الاسم اللي قبلها ده اسمه ايه؟ اسمه مضاف. مضاف بس هو اعربه ايه؟ اعربه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة عشان سبقه حرف ايه؟ حرف جر، وفي الاخر هنزود وهو مضاف. طب المضاف اليه هنا ايه؟ المعلم. ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد، يبقى مجرور وعلامة جره ايه؟ الكسرة. المثال الثالث، يلا. ذهب تلاميذ المدرسة الى الرحلة، نفس الموضوع، ذهب تلاميذ المدرسة، كلمتين ورا بعض، تلاميذ ايه؟ المدرسة. المدرسة خصصت التلاميذ، يبقى المدرسة هنا مضاف اليه. طيب المضاف هنا اعربه ايه؟ اعربه هنا فاعل، يبقى كلمة تلاميذ اعربها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. تلاميذ ايه؟ تلاميذ المدرسة، والمدرسة هي الاسم اللي ايه؟ اللي خصص لنا التلاميذ، فبقى مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة عشان هو مفرد ما فيهوش اي مشكلة، وباقي الايه؟ الجملة الى الرحلة جار ومجرور عادي. طيب جمع التكسير نفس اعراب المفرد، ما فيهوش مشكلة. جمع التكسير نفس اعراب المفرد. طيب قرأت كتاب العلوم، قرأت كتاب العلوم، لو قلت قرأت كتاب وسكت ما فهمتش كتاب ايه، انهي كتاب؟ كتاب العلوم، كلمة العلوم خصصت اللي قبلها، يبقى هي مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والكلمة اللي قبلها كانت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو ايه؟ مضاف. طيب بص بقى معايا على المثال ده، وعايزة شاطر يقول لي المضاف والمضاف اليه هنا حالتهم ايه. يدافع الجنود عن الوطن دفاع الأبطال،
يدافعوا دفاع. حد فاكر حاجة؟ بالظبط كده، مفعول مطلق. الكلمه الفعل جه منه اسم يكون ايه شبهه بالظبط. طيب يا ميس، احنا متفقين او قبل كده عارفين ان هي يدافع دفاعا. يدافع دفاعا صح، ويدافع دفاع الابطال. انا كده ايه عرفت لك الدفاع ده شكله ايه. فهنا بقى مفعول مطلق مبين للنوع، ولما بتيجي بعده كلمه بها الف ولام اعرفها كده قاعده، بتبقى على طول مضاف اليه دايما. لا مش دايما، الشرط ان احنا عندنا الكلمة تكون فيها ايه؟ فيها الف ولام. يعني لو قلت لك يدافع دفاعا عظيما، عظيما دي مضاف اليه؟ لا، هنا عشان الكلمة فيها الف ولام فبقت مضاف اليه. يبقى هنا عندنا المضاف مفعول، مفعول مطلق. يبقى المضاف هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمضاف اليه كلمة الابطال مجرور وعلامة جره الكسرة، برضه هو جمع تكسير فمفيهوش مشكلة في العلامة. جمع المؤنث السالم نفس الموضوع، جمع المؤنث السالم بيجر بالكسرة. طيب جهد الفلاحات كبير، لو قلت لك جهده وسكت، جهد مين؟ جهد الفلاحات. يبقى كلمة الفلاحات خصصت ووضحت الجهد ده جهد مين، فبقى جهد الفلاحات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وكلمة جهد هنا إعرابها مبتدأ، هنزود بس عليها إن إيه؟ وهو مضاف. طيب في حالة المثنى، هو المثنى عندنا بيجر بإيه؟ بيجر بالياء. طب لما يجي مضاف إليه مثنى يكون مجرور وعلامة جره الياء. ركز بقى معايا كده، نشاط التلميذين واضح، نشاط التلميذين واضح. لو قلت لك نشاط واضح، أنت فهمت حاجة؟ لا، التلميذين هي اللي وضحت، فبقت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، لأنه لازم نكتب لأنه مثنى، وكلمة نشاط هي المضاف إعرابها هنا مبتدأ مرفوع. جمع المذكر السالم برضو هيكون مجرور بالياء. إخلاص المعلمين في الشرح كبير، إخلاص مين؟ إخلاص المعلمين. طب لو قلت لك إخلاص المعلمين وسكت، الجملة كاملة؟ لا مش كاملة، محتاجة لسه إيه؟ محتاجة تكملة. يبقى ينفعش كلمة المعلمين هنا تبقى خبر، لأن الخبر هنا إيه؟ ما كملش معنى الجملة، أو المعلمين هنا ما كملتش إيه؟ المعنى. يبقى المعلمين هنا أعربها إيه؟ إخلاص المعلمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم. وهنا المضاف كلمة إيه؟ كلمة إخلاص، أعربها إيه؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع، وبنقول في الآخر وهو مضاف. ركز بقى كده معايا، عشان في حاجات معينة أو علامات معينة هتشوفها في الجملة أو هتشوفها في قطعة الإعراب هتعرف إن بعدها مضاف إليه. أول حاجة الكلمات دي عايزاك تحفظها، إيه هي بقى الكلمات دي؟ كل، وبعض، وغير، وسوى، جميع، خير، شر، شتى، مختلف، معظم، حيث، أحد، وإحدى. الكلمات دي عرفت تعرفها او تحفظها كلها كتر خيرك، ما عرفتش تحفظها كلها احفظ لي على الاقل وكل وبعض، عشان دول دايما بيتكرروا او بيكرروا عندك كتير. تمام، وجميع برضو. الكلمات دي لما بتيجي اعرف على طول ان بعدها ايه؟ مضاف اليه. ازاي بقى؟ مثال عندك خير الاصدقاء، ها الأصدقاء هنا إيه؟ برافو، مضاف إليه. شر الأصدقاء، الأصدقاء هنا إيه؟ مضاف إليه. كل التلاميذ مجتهدون، كل هنا أعربها إيه الأول؟ أعربها مبتدأ، بعدها على طول مضاف إليه. سلمت على جميع الحاضرين، طيب الحاضرين هنا مضاف إليه يا ميس، بس مجرور علامة جره إيه؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. أكلت بعض الطعام، بعض بعدها إيه على طول؟ مضاف إليه. طب إعراب بعض هنا إيه؟ ما انت ممكن يجي لك اعراب بعض، اكلت، ماذا اكلت، مين اللي اكل الاول؟ التاء، ماذا اكلت، اكلت بعض، يبقى بعض هنا مفعول به والطعام مضاف اليه. طيب ظرف المكان، ما بعده يكون مضافا اليه. يعني ايه؟ يعني لما تشوف ظرف مكان فوق، تحت، يمين، شمال، بيجي دايما بعده مضاف اليه. تطير الطائره فوق السحاب، السحاب هنا ايه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب ظرف الزمان بعده مضاف إليه؟ ممكن يجي بعده مضاف إليه، بس في حالة إنه ما يكونش فيه تنوين،
يعني إيه؟ يعني لما أقول لك مثلا سافرت صباح الأحد، اكتب المثال ده كده معي، سافرت صباح الأحد، تمام؟ في هنا بعدها إيه؟ مضاف إليه. طب لو قلت لك سافرت صباحا، مفيش هنا بعدها، ما ينفعش يجي بعدها مضاف إليه، يبقى المضاف إليه شرط ما يجي بعد الظرف، ما يكونش الظرف عليه إيه؟ عليه تنوين. يبقى ممكن يجي بعد ظرف المكان أو ظرف الزمان، بس بشرط إن هو ما يكونش فيه تنوين، أو الظرف ما يكونش عليه تنوين. تمام. رقم ثلاثة، ممكن فعل أحوله لإسم. وخد بالك إن إيه؟ إن الموضوع ده بيلخبط ناس كتير. الفعل لو فقد الزمن بيتحول لإسم، إزاي بقى؟ يعني لما أقول لك كلمة يتحقق، يتحقق ده إيه؟ ده فعل. طب لو قلت لك تحقيق، اتحولت لإسم، أنا فقدتها الزمن بتاعها، مفيش حاجة بتحصل، أنا معرفش إمتى، ولا تحقيق ده إمتى، زمان ماضي ولا مضارع ولا إمتى، محدش قال لنا. يبقى تحقيق اسم مش فعل. خد بالك من دي عشان ساعات بتلخبط ناس كتير. كلمة تحقيق ساعات يجي بعدها مضاف إليه، هي اسم وبيجي فيها ألف ولام، بتقبل الألف واللام. استعد استعداد، يتعاون تعاون، زي ما احنا قلنا ايه في المثال اللي قبل. طيب في اسماء اهي، شوية امثلة، الاسماء جاية من الفعل وبتلخبط الناس. تحقيق السلام اهو، كلمة تحقيق دي اسم وممكن يجي بعدها مضاف اليه. طب لو قلت لك يتحقق السلام، يتحقق السلام مش هتنفع، السلام هتبقى فاعل. خلاص. طيب يبقى تحقيق السلام مطلب غال، مطلب هنا مش يطلب، مطلب برضو دي ايه؟ دي اسم مش فاعل. خلاص. بس غال دي مش مضاف اليه، خلاص، كلمة غال دي مش مضاف اليه، ملناش دعوة بيها، شيل الخط اللي عليها دي، ما مش بتاعتنا. استعداد الجيش، استعداد دي مش يستعد، استعداد دي اسم. خلاص. استعداد الجيش، يبقى الجيش دي هنا ايه؟ مضاف اليه، عشان كلمة استعداد اسم مش فاعل. تعاون أفراد الأسرة من أسس النجاح، هنا عندنا اتنين مضاف إليه، ركز بقى كده معايا، تعاون مش تعاون، تعاون أفراد الأسرة، أفراد هنا مضاف إلى كلمة تعاون عشان بتعرفها، تعاون مين؟ تعاون أفراد الأسرة. خلاص. من أسس النجاح، النجاح كمان إيه؟ مضاف إليه. طب حد خد باله من حاجة في المثال ده؟ كلمة الأسرة كمان اهي مضاف اليه. ايه ده، ينفع اتنين مضاف اليه ورا بعض؟ ينفع. تعاون افراد، حددت لنا التعاون ده بتاع مين، والاسره فهمتني انا بتكلم عن افراد ايه. يبقى تعاون افراد الاسره، كلمه افراد مضاف اليه، والاسره برضو مضاف اليه. طيب هناخد كده تدريب سريع ونبص في القطعه دي علشان نطلع المضاف والمضاف اليه ونشوف هنعرب ازاي. يلا نقرا مع بعض. خير الاصدقاء من إذا غبت عن المدرسة سأل عنك وزارك. طيب خير الأصدقاء، خير دي حد فاكر حاجة؟ اللي بيجي بعدها على طول إيه؟ مضاف إليه. طب هنا إعرابها إيه خير؟ خير إعرابها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والأصدقاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. من إذا غبت عن المدرسة، المدرسة ما فيهاش مشكلة، قبلها حرف جر تبقى هي اسم مجرور. سأل عنك وزارك، وإذا احتجت إلى المساعدة أسرع إليك وساعدك، المساعدة برضو اسم مجرور. وإذا طلبت منه النصح لم يبخل عليك به، إذا طلبت النصح، ها حد يعرف هنا كلمة النصح؟ برافو، مفعول به، ماذا طلبت؟ النصح. وإذا نجحت كان أول من يقدم لك التهنئة، يقدم هو ماذا؟ التهنئة، مفعول به. فأخلص في صداقته ولا تفقده أبدا. طيب ساعات بقى يجي لنا يقول لنا إيه؟ أكمل بمضاف إليه. رقم اتنين هنا قدامنا سريعا كده، رقم اتنين جايب لك جملة فاضية، كلمة السفر دي مش موجودة، اعتبرها مش موجودة. طريق نقط واسع، وعايزك تحط كلمة طريق وواسع، وعايزك تحط كلمة هنا تخصص لنا بيها كلمة طريق عشان يكون إعرابها مضاف إليه. أول حاجة لازم تعرفها إنك لازم تجيب كلمة يكون فيها إيه؟ ألف ولام. طريق إيه بقى؟ طريق السفر واسع، تمام؟ طيب عندنا هنا إعراب رقم جيم، إحنا في البوكلت يا ولاد صفحة، ده كده صفحة 106، رقم جيم صفحة 106، والقطعة كمان كانت صفحة 106.
الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. يلا بقى نعرب وندور على المضاف إليه وإيه ونطلعه ونعربه. الصحة مبتدأ مالها تاج فوق رؤوس الأصحاء. حد هنا فاكر حاجة؟ اه فوق، برافو. فوق دي ايه؟ ظرف، ظرف مكان بيجي دايما بعدها مضاف اليه. طب فوق رؤوس وسكت وقلت ايه؟ فوق رؤوس وخلاص، خلصت كده الجملة. كلنا كلمة الأصحاء عشان تعرف لي الرؤوس دي رؤوس مين؟ الأصحاء. يبقى أنا عندنا اتنين مضاف إليه ورا بعض، رؤوس عشان قبلها ظرف، والأصحاء عشان عرفت لنا كلمة ايه؟ رؤوس. المثال التاني، نهر النيل نهر عظيم. دي برضو ساعات بتعدي على ناس كتير. نهر النيل، النيل هنا مش خبر، النيل هنا ايه؟ مضاف اليه. حلقت الطائرة فوق السحاب، والمثال ده عدى علينا قبل كده، السحاب مضاف اليه برضو مجرور وعلامة جره الكسر. بتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.